السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان انت تشتري لابتوب من غير شاشة، تشتغل عليه ازاي؟ ده اصبح متاح دلوقتي في لابتوب اجمانتد رياليتي، تمام، اسمه سبيس توب. يعني اللي موجود قدامك ده مش الشاشة، ده مجرد بس يعني حاجة بتحفظ الكيبورد، حاجة بس بتقفلها كده وفيها النضارة. طيب هنشتغل عليها ازاي؟ هتشتغل عليها بطريقة سهلة جدا، تمام. ان انت بتجيلك الكيسة بالشكل دوت، تفتحها، تمام، وتلبس النظارة، فتبقى شايف قدامك 20 شاشة، وتقدر ان انت تشتغل عليها بشكل سهل جدا وبسيط، تمام. النظارة اللي هي ديت، بس انت كده مش تلبس النظارة ديت، لا، هي مجرد نظارة كده بسيطة خالص متوصلة بال الكمبيوتر بتاعك، وتبدأ ان انت تشوف كل حاجة. ففكرة جميلة، يعني اتمنى اجربها. وانت موجود مثلا في اي مكان، هتفتحها وتلبس النظارة وتلاقي قدامك كذا شاشة، وتقدر تكتب على الكيبورد، تقدر ان انت تدوس على الزراير موجودة. ودلوقتي اصبحت بالايد، يعني مش لازم يكون معاك الدراعات ديت، بالايد. حاجة جميلة جدا ومريحة للشغل، تمام. في اي مكان بقى انت موجود، تروح فاتح وتبدأ ان انت تلبس النظارة وتخلص الايميلات بتاعتك والشغل بتاعك. طبعا ثورة في كل المجلات العلمية اتكلمت عنه. وده يعني اصبح اساسي، ان في المستقبل هو ده اللي هيكون موجود. يعني الشاشة اللي موجودة دي مش تفضل موجودة، هتتغير زي ما الفلوبي ديسك اتغير، والسي دي الاسطوانات المدمجة كانت موجودة واختفت. يعني حتى الموبايلات نفسها تختفي. ليه؟ اللي يقول لك في جهاز صغير كده هتتركبه وتبدا ان انت تتكلم معاه دايركت، مش لازم يبقى عندك شاشه تقعد تكتب عليها، انت لا ممكن تكلمه. فتطور رهيب بيحصل الفتره اللي احنا عايشين فيها، تمام. ايه رايكم؟ قولوا لنا رايكم في التعليقات، هل تعتقد ان هو يكون مناسب ليك ولا مش مناسب ليك؟